شوف النموذج ده لسيدة هي بتبنت لقيطا وكمان بتربي القطط، وكانت بعض الجمعيات الخيرية بتديها معونة، فلما وجدت انها بتطعم القطط بشكل كبير قالت بس ده، ما ده عندها فلوس، وتوقفت عن منحها اي معونة. أم توحة، السيدة العجوزة البسيطة اللي بتسكن بيت فقير متهالك تحت السلم مع القطط اللي بترعاها وبتحن عليها وبتقدم لها الأكل والمأوى. أم توحة، أنت تعتبري هنا في المنطقة دي حاضنة القطط، عايزة أعرف أنت قصتك إيه مع القطط اللي بتربيها دي؟ نحبهم طول عمري، نحبهم كله بثواب، كله لله، بنحبهم على حب النبي فيه يعني، واللي وضعت فيها وما اللي صلها فيها كده، وقال بارك الله في كل ورثة، كنا بنحبهم يعني، أكلهم زي بني آدم، ونجيب لهم نأكلهم في طبق لوحدهم، كله لله، كله مش هناخد حاجة معايا حبيب. انت مش شايفه ان حالتك الاجتماعيه بسيطه جدا على ان انت تربي قطط وتصرفي عليها؟ بتصرفي عليهم ازاي؟ ليهم رزق، بنجيب لهم كل يوم 2 جنيه كارت، 2 جنيه مصاري، بيجيني لانشو اللي ما ياكلش الكارت بنجيب له لانشو، حاجه زي عيش طويل كده، وكله كل ناكل منه، ناكل منه، وبتجيني وجبه من عند الله يعني، اللي بناكلها ناكلها والباقي ناكله. أم توحة مش بتربي قطط بس، بتربي كمان طفل عنده 10 سنين بعد ما سابته أمه وهو عنده 4 شهور. مربيه من 4 شهور، كانت هتوديه الملجأ وأنا خدته، يعني العرف ملوش ناس، العرف ملوش أصل، وهي دلوقتي متجوزة، متجوزة معها 3 أطفال، وده ولا كأنها تعرف عادي كده. نفسي عاوزة يا ست نكتبه باسمي، يعني تكتبه لي باسمي وباسمه، اليومين اللي فاضلين لي في الدنيا عشان نروح حتى وانا مطمنة عليه. ده عنده 10 سنين وكنت مودياه درس، ما هو ما فيش درس، وايه الفايدة من المدرسة؟ ما فيش مدرسة. بتعيطي ليه؟ قال انا فيه يا حبيبي، قال انا فيه، مش تعبان عليه ولا خايفة نموت، ومالوش حد اغلبه بينه ومالوش اسم، قال اللي تعبان عليه. اتهموها بأنها غنية وبتمتلك المال، فقطعوا عنها معاشها اللي كانت بتاخده من إحدى الجمعيات الخيرية. بعد الناس قالوا للأستاذ ضياء كان بيجيب لهم وجبة كل يوم، قالوا ده بتأكلها للقطط، طب أنا بنشتري له ولا بنشتري له عادي يعني ولا عادي. مين الأستاذ ضياء ده؟ الأستاذ ضياء بتاع الجمعية الخيرية. أم توحة احنا اتولدنا لأنها نفس النظام ده كده، بتربي القطط، الناس هنا بتساعدها برضو بأي حاجة، في جمعية خيرية كانت بتجيب لها حاجات هنا فقطعوها، فما عرفش ليه يعني. من يوم ما قعدت عندنا هنا وهي في القطط دي كده، والقطة اللي تتهرس تقعد تبكي وتعيط وتصوت. اتجوزت جيت لقيتها زي ما هي قاعدة كده برضو، وفي كان في ناس بتجيب لها يعني وجبات وكده وقطعوها عنها، في ناس بلغت أسان قالوا لها إن هي بتحطها للقطط تاكلها. أم توحة فازت بحب الجميع، الصغيرين والكبار وحتى القطط والحيوانات، وبكده تكون ضربت لنا مثال في الأمومة والحنان، فهي تستحق الرعاية والاهتمام والوقوف جنبها، خاصة في أيام عيد المحبة والوفاء لأمهاتنا عيد الأم. كل سنة وانت طيبة، وإن شاء الله الناس كلها تقف جنبك، ما نستنيش حاجة من حد، الناس هي الطيبة اللي هتلاقيها جاية لك. كل سنة وهي طيبة، وربنا يخليها لنا يا رب في الصورة. هي كويسة دي، ربنا يديها بالخير اللي هي بتعمله، وهي وليا مثالية كويسة يعني. طالبة منه يستر للولا، بس طالبة منه يستر للولا عشان نروح واحله، وانا مطمنة على الولا، هذا اللي انا طالبة منه. انا تعبانة وتعنيت وعيانة الحمد لله، بس انت جيتكم دي هتخفف عني وهتخلونا عيني تنور وهتبقى حنبقى حلوة، يكرمكم ربنا يا رب.
الأم عجينة حب وتضحية وعطاء وأمان. شفتوا النموذج الأخير، الحب والعطاء والتضحية، يعني هيتجه حتى لو هيتجه للقطط هذه الطاقات من الحب والعطاء، اوعى تضيعها. أعظم ما يمكن أن تحصل عليه هو رضا الأم إذا كانت أمك عايشة، وأعظم ما يمكن أن تحصل عليه أيضا هو أن تبقى أمك بداخلك إذا كانت قد توفت. على الذين فقدوا أمهاتهم وعلى الذين أيضا ما زالت أمهاتهم في الحياة، عليهم جميعا أن يحتفلوا بعيد الأم بأشكال مختلفة.